بسم الله الرحمن الرحيم. إيهاب سليم الجلاد باحث ودارس في تاريخ المسجد الأقصى ومدينة القدس. قبة الصخرة هي درة فلسطين ودرة القدس والمسجد الأقصى، هي جوهرة في الفن المعماري والجمالي والإبداع الهندسي للبشر، هي دلالة على عظمة الفنان المسلم الذي أبدع هذه الزخارف وهذا المعمار منذ 1300 عام، وشاهد على قوة وعظمة الخلافة الأموية في ذلك الوقت، حيث لم يمض أكثر من 30 سنة أو 40 سنة على فتح القدس، حيث بنيت هذه الجوهرة التي نافست وتحدت وطغت على جمال كنيسة القيامة التي كانت أجمل الكنائس في ذلك الزمان. سنعود يعني إلى الوراء قليلا ونذكر أنه في الستينات تم تغيير كسوة الصخرة القبة والتي كانت من رصاص، الرصاص معدن ثقيل ولكنه عازل للماء وللحرارة، فتم تغييره بمعدن الألمنيوم الخفيف الذي كان يعني حديث الصنعة ومعروفا في ذلك الوقت، ولكن مشكلة وسيئة الألمنيوم أنه كان يسمح بدخول الماء إلى داخل القبة، وكان ووصل الماء وصلت الحبيبات المطر إلى داخل الزخارف الجبصية داخل الزخارف الفسيفسائية، ما أدى إلى انتفاخ هذه الزخارف وأدى إلى تلف الكثير منها وضياع الكثير من الألوان. فأدرك المسؤولون والمشرفون من الأوقاف الإسلامية هذا الخطر وتداركوه في سنة 1994 عندما تم تغيير وإزالة القبة المصنوعة من الألمنيوم واستبدالها بقبة نحاسية ذهبية، وبعد أن استقرت هذه القبة بدأوا في عمل الترميمات اللازمة لما تلف من الجبصين ومن الخشب المزخرف ومن الفسيفساء، واستغرق هذا العمل تقريبا من عام 2006 إلى 2016، يعني تمت إزالة الدعامات الحاملة للعمال وكل مواد الإنشاء فقط في الشهر الماضي في شهر رمضان. فاستغرق هذا العمل حوالي 10 سنوات تمت فيه إعادة إصلاح ما دمر وإعادة تلوين وتذهيب ما ضاعت ألوانه بعمل رائع يعني مبدع تجلى فيه العمل المقدسي. نشاهد الزخارف الفسيفسائية، طبعا الأعلى هذا الذي في الأعلى هو من زخارف الجبصين أو الجص، وإذا نزلنا نشاهد 16 نافذة، هذه 16 نافذة معمولة من الزجاج المعشق القمريات، تسمى القمريات أو الفتراج، وقد تم تغييرها وتم يعني وضعها في الأصل في الفترة الأموية، لكن تم إصلاحها وتجديدها في فترة السلطان سليمان القانوني كما يذكر الرحالة أولي الجلبي. بعدها نشاهد الدعامات، هنالك 4 دعامات تحمل هذه القبة، بين كل دعامتين هنالك 3 أعمدة رخامية، فعدد الأعمدة هو 12 عمودا وعدد الدعامات هي 4 دعامات. طبعا يعني بالداخل نشاهد الصخرة المشرفة التي هي قمة جبل بيت المقدس، فهذه الصخرة يعني حجبت عنا لمدة 10 سنوات والحمد لله عادت لتتألق ببهائها وتذكرنا بمعجزة الإسراء والمعراج وتذكرنا بأنها كانت قبلة المسلمين الأولى، ونود أن نذكر بأن هذه الصخرة لا هي بمعلقة ولا هي طارت في السماء، وأن كل ما قيل عنها هو من قبيل يعني الأقاويل التي لم تصح في التراث والدين الإسلامي، وإنما هي صخرة ثابتة جزء من الجبل الذي هو جبل بيت المقدس، ومن عليه عرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وكانت حادثة الإسراء والمعراج.